ازيكم صباح الخير النهارده يوم مشرق وجميل فهنستغل الفرصه وننزل نتمشى كده حوالينا عشان ما نضيعش اليوم اللطيف ده آه انا مش عارفه انتوا عارفين ولا لا لكن انا عايشه في كندا وعندنا في كندا عاملين آه خطه للتباعد الاجتماعي ف آه آه الخروج بيبقى باسلوب معين وبطريقه معينه وفي بروتوكول لما بنيجي ندخل المحلات مش كل الناس 100% محافظين على الموضوع ده ولكن في الاغلب العام واحنا من ضمن محافظين برضو على موضوع التباعد الاجتماعي ولسه لغاية دلوقتي لسه قاعدين في البيت المحلات ابتدت تفتح شوية شوية طبعا محلات الاكل ما قفلتش الا اللي هي الجزء بتاع المطاعم لكن في الدليفري والتك uh, اويز uh, ابتدوا الـ الـ الاسبوع ده اعتقد انهم يفتحوا الباتيو اللي هو الجزء الخاص بالمطعم اللي هو مفتوح uh, يمكن على الرصيف او يمكن uh, في جنينه ملحقه بالمطعم فام اكسايتد uh, uh, لان فعلا بصراحه القعده uh, مع ان يعني حياتنا برضو يعتبر ما تاثرتش قوي ان احنا كنا محبوسين او كده لكن في انشطة كتير قوي في حياتنا اختلفت ومعدناش بنعملها زي الاول بس مش ده الموضوع اللي انا عايزة اكلمكم فيه النهاردة الموضوع اللي انا عايزة اكلمكم فيه النهاردة هو العقل زينة دايما يقولوا على ست الجميلة هي ست العقلة دايما تلاقوا مثلا الكبار لما بينصحوا الشباب يدور على شريكة حياته يقولوا ما تتغرش في الجمال اختار العقل والجمال جمال الطبع والكلام ده كله فموضوع العقل ده شغلني وبعد شوية كمان لما يعني بقيت بدرس في, في التنظيم المؤسسي والقيادة والـ والبزنس والـ والحاجات دي وابتديت ادخل في الابحاث اللي اتعملت اللي هي نيوروساينس اللي هي العصبيه النفسيه وطبعا من دراستنا زمان في المدرسه عارفين ان الخلايا العصبيه لا تتجدد لما كبرت شويه عرفت مثلا ان جدتي لبابايا كان عندها ما حدش قال عندها الزهايمر لكن من اللي كانوا بيقولوه ان لما وصلت لسن كبير قوي في التسعينات في التسعين ابتدت يظهر عليها بعض المظاهر الخرف خرف الشيخوخه او الزهايمر ده حاجه وده حاجه على فكره بس لانها ما تشخصتش فاحنا مش عارفين لكن الكلام اللي بيتقال يدل على ده برضو جدتي من الناحيه التانية برضو كان في حاجات في المقابل مثلا في ستات كبار في العيلة فوق الثمانين سنة وما شاء الله في منتهى الذكاء والحضور وفاهمين وعارفين والكلام ده فقعدت أفكر كده إيه اللي أنا ممكن نعمله النهاردة علشان نحافظ على عقلنا ومخنا وخدوا بالكم ان العقل حاجة والمخ حاجة المخ هو الجزء العضو اللي هو اللي لو جبنا الخروف وفتحنا راسه هو الـ الـ هذا العضو اللي, اللي بنقطعه ونعمله في البيض والبقسومات احنا عندنا زيه برده فالمخ هو هذه التوليفة من الخلايا العصبية من اللي بيسموها المادة الرمادية ومتقسم فصوص والكلام ده هو العقل هو الوظيفة اللي بيعملها هذا العضو زي ما نقول مثلا المعده والهضم المعده هو المكان اللي بيتم فيه الهضم المخ هو المكان اللي بيتم فيه التعقل والمخ كمان بيتحكم في في اعصابنا في في وفي وفي حركاتنا وفي انفعالاتنا وفي مشاعرنا والكلام ده كله الخلايا العصبيه مش موجوده في المخ بس الخلايا العصبيه موجوده في كل جسمنا يعني انا اتكلمت قبل كده هتلاقوا في حلقه لطيفه قوي اسمها عقلي اللي في بطني لان اكبر تجمع للخلايا العصبيه بعد المخ هو في جهازنا الهضمي واحيانا والاكثر كمان يعني كنت فاكره المعده لا الاكثر كمان الامعاء اللي اسمها إيه؟ الدقيقه ف قعدت افكر لقيت ان في 20 طريقه ممكن نغذي عقلنا والحاجات دي فيها حاجات فاني يعني حاجات لطيفة وحاجات اعمق شوية فمن ده على ده فزي ما قلت لكم هم عشرين طريقة وبخاطب يعني بحاول اغطي بيها ازاي نحافظ على مخنا ازاي نحافظ على عقلنا تعالوا نبتدي فيهم واحدة واحدة اول واحده هي متابعه الاحداث الجاريه إيه في حياتنا في إيه احداث بتتم على الصعيد العالمي على الصعيد المحلي إيه في في ستات معلش انا يعني هو كلامي ينفع على فكره للستات والرجاله لكن انا هركز اكتر على الستات على اساس ان لما ادي امثله وكمان عشان يعني لو في متابعه من المتابعات بعتت لي حاجه اقدر استخدم السؤال بتاعها في الكلام فمتابعه الاحداث الجاريه شيء مهم جدا جدا ان احنا نعرف الدنيا فيها ايه وزي ما قلت لكم ده للستات ولا الرجاله لان اوحش حاجه ان ان احنا نتكلم مع انسان راجل او ست ونحس ان هو منعزل عن الواقع مش عارف الدنيا فيها ايه مش عارف ايه, إيه الاحداث اللي بتدور حواليه طبعا متابعه الاحداث الجاريه زي ما بقول لكم ان في اكتر من مستوى للاحداث الجاريه في المستوى اللي هو خاص مثلا بالمحافظه اللي انا فيها او بالحي اللي انا فيه او بالدوله اللي انا فيها او عالميا ايه اللي بيحصل وعالميا دي كمان بتتقسم يعني المنطقه الشرق اوسطيه واللي بيحصل ما بين الدول العربيه مثلا والشرق اوسطيه اللي في افريقيا اللي في, في اسيا واسيا في الصين واتباعها والهند واتباعها في امريكا الشماليه الجنوبيه شفتوا انا ابتديت اتكلم جغرافيا ابتديت اتكلم سياسه ابتديت اتكلم اقتصاد مش لازم مش لازم نكون خريجين جامعة معينة او خريجين كلية معينة او آآ آآ لينا اهتمام بحاجة معينة عشان اقعد ادرسها انا هنا بتكلم ان, إن لمجرد قرينا عناوين الاخبار وشفنا الاخبار اللي هي ليها تأثير على حياتنا وابتدينا نعرف اكتر الجرنان قراية الجرنان مهم جدا جدا وعلى فكرة يعني هتلاقي اهتمامك بالاحداث الجارية انعكس على كلامك وابتديتي تفكري وابتديتي تربطي حاجات ببعض طبعا السوشيال ميديا فيها مشكلة في موضوع الاخبار ده لان السوشيال ميديا زي الفيسبوك و و وتويتر حتى اليوتيوب كل دول بيشتغلوا بحاجه اسمها الجوريزم لوغاريتمات شفت هتكلمني لوغاريتمات على فكره يعني اللوغاريتم دي جايه من من العلماء الرياضه المسلمين علماء المسلمين اثروا الرياضيات وعملوا لنا بقى اللي هي اللوغاريتمات اللي بتستخدمها. قواعد البحث دي لان الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي هي عباره عن قواعد قاعده بيانات زي كده جدول مليان بيانات كتير قوي 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 نوع الفيديوهات اللي بتتفرجي عليها اللي لما بتفتحي اليوتيوب وتلاقي فيه كده حاجات بتريكومند اتفرجي على ده واتفرجي على ده واتفرجي على ده بيريكومند ده ازاي بيقولولك اتفرجي على الحاجات دي ازاي بيشوفوا تصرفاتك السابقة الحاجات اللي كنتي بتتفرجي عليها انت ممكن لو انت كل يوم بتدوري على فيديو للطبخ اول ما تفتحي اليوتيوب بتاعك هتلاقي كل الفيديوهات المقترحة كلها للطبخ ليه؟ طب ما انت مثلا مهتمة بحاجات تانية ما انت مش بتطبخي بس انت بتعملي حاجات تانية لان البحث اللي انت بتعمليه دايما كان على الطبخ فاللوغاريتم اللي اللي بتستخدمه اليوتيوب عرف وفهم ان فلانه بتحب فيديوهات الطبخ خليني اديها فيديوهات طبخ اكتر وتلاقي الاعلانات كمان تبصي تلاقي اعلانات مثلا من مصر لو انت ساكنه في مصر لانه بيعرف انت ساكنه فين موقعك فين ويجيبلك اعلانات من البلد اللي انت فيها مناسبه للحاجه اللي بتهتمي بيها على الفيسبوك نفس الحكايه هيجيب لك من اصحاب معينين هيجيبلك فيديوهات معينين هيجيبلك مقترحات لصفحات معينه بناء على اللي دايما بتدوري عليه طيب تعملي ايه آه عشان تدوري بقى على الاحداث الجاريه روحي دوري انت اهم الم... اكتبي كده اهم المستجدات آه في مصر مثلا اهم المستجدات في المغرب آه آه اخبار السياسه في البلد دي اخبار الرياضه في البلد دي اخبار الاقتصاد في البلد دي يمكن تبقى الاخبار ممله او مش حلوه قوي او او مزعجه او كذا او كذا او كذا احنا هنا لمجرد الالمام السريع ان في حاجات بتحصل في البلاد اللي احنا فيها. او البلاد المجاوره او في العالم ككل اللي بتاثر علينا آه في غلطه كمان بتقع فيها ستات كتير ان هي تعتمد على مصدر واحد من المعلومات يعني مثلا انا بست ما بسمع لجوزي وهو بيكلمني عن السياسه وعن كذا وعن كذا وعن كذا فما دام انا دايما متلقيه من مصدر واحد انا ما عنديش آه معلومات تانية عشان اضيفها انا عامل زي اللي بياكلوه بالمعلقه بيزغطوه بالمعلقه على طول على طول على طول كانت جدتي لما تجيب بطايه تسيبها كده في الحمام عندنا كام يوم وكانت و... و... تجيب الفول وتقعد تضغط فيها انا بصراحه كنت بقى... ما بحبش الموضوع ده ده فورس فيدينج يعني ما... لكن هي كده قالت لي هي كده تربيه البط كده ان احنا لازم نزغط البط عشان ياكل اكتر عشان تملى كده او فلما تتذبح تبقى بطه محترمه فأنتي عامله زي البطايه دي اللي, اللي, اللي سواء اصحابك او جوزك او او حد معين قاعد عمال يزغط يضغط فيكي مش مديكي فرصه انك تتذوقي اطعمه مختلفه الله طب ما هي ابتدى بتزغط البطايه دي فول 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 ما يمكن البطايه نفسها تاكل حاجه تانية مثلا فتابعي الاحداث الجاريه شوفي اكتبي زي ما بتعرفي تعملي سيرش على آآ آآ طبخة ازاي اطبخ يعني مثلا كنت عايزة اعمل كشك ألمص جدتي ام جدتي بقى مرة رحت لها بعد المدرسة وما كانتش لسه خلصت سوى والفراخ قاعدة عمالة تتسلق وما خلصتش فراحت واخدة شوية من الشوربة بتاعتها وعملت لي كشك ألمص فدا وجدتي أنا كمان الله يرحمها كانت بتعمل كشك ألمص فأنا عايزه اعمل كشك ألمز زي ما جداتي كانوا بيعملوه اه سيرش تك 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 ازاي اعمل كشك املى وعرفت ولقيت كذا فيديو والكلام ده بدل ما انت قاعده عماله سيرش كده سيرش اهم المستجدات في 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 القاهره اهم المستجدات في اسكندريه اهم المستجدات في فاس انا بحب فاس جدا في المغرب اهم المستجدات في آم أه السلمية في الكويت أه أهم المستجدات في دبي في الإمارات وتفر كده هتلاقي إن في معلومات جديدة جات لك إن في حاجات كتيرة بتقريها مختلفة إيه لما تبقي بتتكلمي مع مع جوزك مع أصدقاء مع معارف هتبصي تلاقي كل ده المخزون اللي انت قاعدة عمالة تخزينيه ده طلع بقي ليكي رأي ليكي شخصيه وبقيتي عارفه تعبري عن عن كلامك وعن رايك وبقيتي حتى هتلاقي مفرداتك نفسها اختلفت اسلوبك في التعامل اسلوبك في الكلام اختلف فدي اول حاجه اول طريقه عشان نغذي عقلنا ان احنا نعرف ونكون على درايه بالاحداث الجاريه آه، تاني حاجه اه الروايات الروايات عباره عن قصه وحياتنا كلها قصص طبعا كلمه الروايات لما بتستخدم في الافلام او لما الناس الكبار اللي بيقولوها لنا بنفتكر انها روايات يعني قصه حب قصه غراميه ما تضيعيش وقتك حرام تقري الكلام ده انا في مره كنت بتطوع في مدرسه اسلاميه فلقيت بنت من البنات كانت شابه في الثانوي مراهقة قاعدة عمالة تقرأ رواية سنس اند لجين اوستن فانا طبعا قريت الرواية دي وقريتها اكتر من مرة من وانا صغيرة وقريتها بالعربي وقريتها بالانجليزي فالرواية حلوة جدا جدا وجميلة جدا جدا ومليانة شخصيات والشخصيات مركبة ومعقدة ولما تقري كده في كتاب بيعملوا لك حبكه كده جميله و... و... وتحسي كده ان الشخصيه يعني لو غمط يعني نيجي تتخيلي الشخص ده كان شكله ايه او 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 الشخصيه دي كانت شكلها ايه فجت مديره المدرسه وزعقت للبنت يعني انت جايه في ال... اللي هي الساترداي سكول مدرسه الويك اند عشان تتعلمي قرآن ودين وكلام دوا وفي البريك وفي بتاعك قاعدة عمالة تقري رواية ما تقري كتاب ينفعك ما تقري حاجة في الإسلام مثلا في ناس بتفتكر ان لو انا الصبح طلعت ان انا قاعدة عمالة اقرا في كتاب ان انا ده معناه ان انا بقراش قرآن لا انا بقرا قرآن وبسمع قرآن وبالعكس ودرست تجويده فكون ان انا قاعدة عمالة اقرا كتب تانية ده ما يقللش من ان انا بقرا في الدين وبعرف في حاجات تانية والروايات انا بحب جدا الروايات لان الروايات هتعلمك فن الحوار بس تنقي حاجات بقى اللي هي قيمه دلوقتي في 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 كتب غريبه قوي وحاجات يعني في, في... أنت طبعا ما رحتش معرض الكتاب اخر مره لكن يعني رد الفعل اللي انا شفته على السوشيال ميديا والمقاطع اللي كانوا جايبينها من الكتب بصراحه يعني مذهله مذهله الاذهال الوحش مش مذهله بتاعت الفنان محمد عبده بيتكلم على واحده ست مذهله لا ده مذهله انها هوربل وحشه كلام غريب كلام ركيك كلام كلام يعني لا في فن ولا ثقافه ولا علم ولا ولا تفكير ولا حبكه ولا موهبه حتى في اختيار الكلمات فاختاري الروايات والقصص الدسمه ممكن تبتدي بالحاجات القديمه زي مثلا انا مثلا بحب جدا جدا الروايات المنفلوطي المنفلوطي ما كانش بيكتب روايه هو كان مترجم بس مترجم له طابع خاص انه كان بيقرا المقطع ويكتبه باسلوبه فهو له ايه كان في الوشاح الوشاح الاحمر والرداء الابيض كان في كذا روايه كده لطاف ابتدي بالحاجات القديمه الحاجات اللي هي كلاسيكيات العصر بتاعنا ومش لازم تقعدي تقري الروايه وتخلصيها مره واحده نجيب محفوظ يحيى حقي توفيق الحكيم له حاجات لطيفه جدا جدا مصطفى محمود مين تاني الغيطاني في اسامي كتيره قوي جميله لما تقري الروايه هتتعلمي عن انواع مختلفه من الشخصيات عن الرغبات اللي بتحرك كل واحد فينا الروايات على فكره مش كلها قصه غرام وبس طبعا لازم بيبقى فيها قصه حب وغرام لكن بيبقى فيها صراعات مختلفه علاقات متداخله واحد بيسعي للنجاح شخصيه طماعه شخصيه متسلطه شخصيه مكسوره شخصيه منهزمه شخصيه متوازنه لما تقري المختلف الشخصيات دي وتقري الكلام ده هتبصي تلاقيكي كانك يعني كانك قابلتي الشخصيات دي في الحقيقه وكانك شفتي بيتعاملوا ازاي وابتديتي تتعاملي معاهم وتشوفي الحوار وسيره ازاي وماشي ازاي فالروايات الروايات من الحاجات اللي بتغذي العقل تالت حاجه لسه برضو في موضوع القرايه لان القرايه مهمه جدا 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 القراءه هي مدخلك لعوالم مختلفه مش عالم واحد بس ف... إيه... لما تقري كتب ثقافيه متنوعه وال... والكتب الثقافيه اصل كلمه الثقافه كلمه كده عامه كده وكبيره يا ترى ايه اللي يقع تحت الثقافه على فكره انا لو قريت كتاب علمي ده برده تحت الثقافه لانها ثقافه علميه. لو لو قريت كتاب عن إدارة العلاقات عن التخاطب عن الـ عن البابليك سبيكينج اللي هي الخطابة عن التعامل في المواقف المختلفة عن القيادة عن كذا عن كذا عن كذا دي كلها تندرج تحت الثقافة فأنا دايما أحب أنوع القراءات بتاعتي يعني ممكن سي مثلا هقرأ رواية الشهر ده الشهر اللي بعده اقرأ كتاب مش رواية كتاب بيتكلم عن, عن شيء معين ودايما يعني يعني بحاول بحاول اخد قرار واعي ان انا انوع القراءات دي فده برضو بيديني حصيلة وذخيرة من المعلومات طبعا بحكم شغلي إيه وبحكم دراستي لان انا يعني يعني اقول لكم مثال مثلا في فتره من الفترات إيه حبيت ان انا اتعلم اكتر عن الديكور الداخلي رحت سجلت نفسي في كورس وخدت شهاده خدت دبلومه يعني انا 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 إيه معايا دبلومه في الديكور الداخلي إيه في مثلا حاجه برضو هكلمكم عنها اللي هي ال ال السلامه وال والامن في, ال في المطبخ او في الدومستيك في المنزل في دبلومه في الموضوع ده برضو خدتها مش لازم انك تروحي وتاخدي كلاس والكلام ده ولكن المعلومات متاحه وال وال والمعلومات موجوده والكتب موجوده اي حاجه في الدنيا هتفكري فيها هتلاقي لها كتاب ازاي تبقي انيقه هتلاقي في كتب كتيره جدا جدا وهتلاقي في حاجات مترجمه كتير قوي للغه اللي انتي بتحبيها زي ما قرينا الروايات نقرا كتب ثقافيه متنوعه النقطه الرابعه هي بقى حاجه دايما برده اكلمكم عنها واشجعكم عنها كتير قوي وهي ان احنا نقرا بودانا. لسنين وسنين شفت والدتي في الراديو حتى الراديو في المطبخ بتسمع البرامج التقيلة البرامج الجميلة الحلوة الشخص اللي هو بيقدم البرنامج ده هو بيعمل اعداد انا مثلا لما كان عندي برامج في, الـ في, الـ في اذاعه كنديه هنا او الفيديوهات اللي انا بعملها على اليوتيوب انا بقعد اكتب اكتب اكتب, أكتب ولازم اقرا ولازم اجيب ريسورسز مختلفه ولازم ادور على الدراسات اللي اتعملت مجيش بقى في خبر دراسه امريكيه تثبت كذا 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 لا بروح ادور على البيبر ورقه العمل دي اللي اتنشرت او الورقه العلميه دي اللي اتنشرت وبقراها وبشوفها ف ما تعمليش الكلام ده كله لكن اقري بودانك شوفي الكتب المسموعه في دلوقتي جوجل ممكن يقرا لك اي تكست جوجل لو فتحتي في اللي هو تكست تو سبيتش لو حطيتي فيه اي كتله نص بيقراها لك انا بحب ده جدا. وانا بنظف وانا بعمل حاجه في البيت وانا بطبق الغسيل وانا بغسل المواعين وانا بعمل الكلام ده بحس انه ايه ده انا استغليت وداني في, 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 شيء اخر انا استغليت وداني في, 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 حاجه تانية وطرق التعلم آآ 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 ثلاث حاجات يا اما حاجه نسمعها يا سوري اما حاجه نشوفها يا اما حاجه نسمعها يا اما حاجه نعملها بايدينا فسبحان الله ربنا خلق لنا كل الطرق دي يعني تخيلوا كده كان مخنا مدينه وليها طريق عن طريق عينينا وليها طريق عن طريق ودنا وليها طريق عن طريق ايدينا فعايزه تتعلمي اي حاجه شوفي ح... شوفي فيديو او شوفي شخص اكسبرت بيعملها تقومي تعملي زيه او اسمعي بودانك او اقري بعينيكي برده اقري بعينيكي اقري بودانك وطبقي بايديكي اعملي هذا الشيء كده هتبقي اتعلمتي من من كذا اتجاه خامس نقطه ازاي بقى نغذي عقلنا ونحافظ على مخنا وعقلنا هو ترتيب البيئه المحيطه بينا. في ابحاث كتير اتعملت على ان البيئه المحيطه بينا لما بتبقى مكركبه ومهرجله ده بينعكس على صحتنا النفسيه والعقليه في مرض نفسي وعقلي ايه الفرق ما بين المرض النفسي والعقلي المرض العقلي بيبقى خلل في الخلايا نفسها خلل في كيميائية المخ النفسيه طبعا ما فيش حته في جسمنا نمسكها ونقول ايوه هي دي النفسيه لا المرض النفسي هو اعتلال معين في احاسيسنا في مشاعرنا في وجداننا لكن ممكن ما يكونش في اعتلال عقلي مفيش الخلايا نفسها مش معطوبه الكيميائيه بتاعت الجسم والمخ مش متلخبطه الكهرباء لان احنا في جسمنا كهرباء على فكره في مخنا وفي وفي جسمنا مش متلخبطه فالمرض العقلي فيه لخبطه فعليه المرض النفسي فيه لخبطه وجدانيه ففي مرض عقلي ونفسي وعلى فكره ممكن الامراض النفسيه تقلب عقليه او العكس العقليه تقلب نفسيه اسمه هوردنج ان هو لم الكراكيب متخيلين ويمكن سبحان الله يعني كان في احد اقربائنا الله يرحمه والدي بيحكي عنه انه كان كان البيت بتاعه او مش البيت بتاعه الاوضه بتاعته اللي في البيت ده مليئه مليئه بحاجات غريبه جدا 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 ما كانش بيرمي ورقه ما كانش بيرمي آه ورقه بسكوت آه كل الناس بتفتكر ان ده عشان بخيل اصله راجل بخيل اصلها ست بخيله ما بتحبش ترمي حاجه ده مش كده يعني كنت قاعده عماله بشرح لبابايا ان ده ده مرض نفسي الهوردنج بيجي منين ممكن يكون من الفقر المدقع او وجود فجوه نفسيه فالإنسان اللي, اللي بيجيب حاجات ويخزنها ويحشرها ويعملها ممكن يكون عنده فجوه نفسيه معينه سم ايموشنال فويد فجوه نفسيه بيحاول يملاها بهذه الأشياء فرتبي البيئه المحيطه حواليكي اتخلصي من الكراكيب اتخلصي من الحاجات اللي ملهاش لازمه لو جوزك هو بقى سبب الكركبه اعرفي ان في سبب معين هو اللي مخليه يعمل كده هو اللي مخليه مش قادر يرمي حاجة ممكن تكون نشأته اتربى في بيئة فقيرة فامتلاك الاشياء بالنسبة له ده ده حاجة يعني احنا ما كناش لاقيين ناكل فجأة انا اقدر اشتري فجأة ان انا عندي فلوس اجيب حاجات اعمل حاجات اه أملى بقى الفراغ اللي سابه هذا الفقر مثلا المتقع ازاي ان انا اجيب الحاجات واخزنها واملاها لما افتح كده الدولاب والاقيه متكدس انا كده مطمن كان ايه ده انا مش فقير انا مش فقير رتبي البيئه المحيطه حواليكي الحاجات اللي بنشوفها بعينينا بتاثر كتير جدا جدا على نفسيتنا الناس مثلا اللي بتتفرج علي افلام رعب كتير بيحصل تغيرات فعليه في جسمنا لما بنشوف مثلا مشهد غرامي في, في, في فيلم او حاجه زي كده في تغيرات فعليه بتحصل في جسمنا في انزيمز في هرمونز في كيميكالز في مواد في كهرباء وشحنات مختلفه لما تدخلي اوضه وتلاقيها مكركبه آه. قلبك بيتقفش كده ده جاي منين إيه؟ مخ الفانكشن بقى بتاعت التعقل عقلك ادرك حاجه لو دخلتي بعدها تاني الاوضه مش هتحسي بنفس الصدمه الاولانيه ليه؟ لان بقى في تغير عارفين بالظبط زي ايه؟ عارفين الحجر اللي بتقع عليه الميه نقطه 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 وتلاقي الحجر اتبرى فاحنا كل ما بنعتاد على موقف معين كل ما بتتشكل نفسياتنا ومخنا فعليا غير الخليه العصبيه انا هحط صوره الخليه العصبيه. الخلية العصبية وارتباطها بالخلايا العصبية الأخرى هذه الارتباطات ليها دور كبير جدا جدا في حياتنا فأنا دخلت المكان دو أول مرة ما فيش هذه الرابطة فأنا مش متأزمة إيه الكركبة دي إيه التراب ده إيه الحاجات الوحشة دي لكن كل شوية لما أدخل تاني وما أدخل تاني وما أدخل تاني تكونت رابطة بتقولي ده كده كويس خليه مفيش مشكلة فالناس اللي بتحب الكركبة في فويد في حاجة معينة محسساهم شوفي شوفي الكركبة ايه شوفي الحاجات اللي انت بتبقي مترددة قوي ان انت ترميها او تتخلصي منها كل ده بيحافظ على صحة مخك وعقلك لو في يعني انسان انت مرتبطه بيه او ابنك جوزك باباكي مامتك في هذا المحيط هو سبب الكركبه وبهدله البيئه المحيطه اعرفي ان في سبب معين نفسي او خلل عقلي هو اللي بيخليه يحس بده في فتره من الفترات كنت بفالنتير يعني بتطوع في اورجانيزيشنز في صديقه من صديقاتي كانت بترأس آه شيلتر هنا ملجا لل للناس الهومليس اللي ما عندهمش آه آه اللي ما عندهمش بيوت وعايشين في الشارع آه فبتكلمني على سيده كان عندها عارفين العربانات بتاعت السوبر ماركت ومليانه حاجات آه كانت يعني بتاخد العربانة دي من أوضتها من وتروح بيها الـ الـ المطعم عشان تاكل في نفس الشلتر فبتقولي في مرة أنا دخلت طبعا العربانة واخدة زحمة ريحتها مش حلوة مليانة حاجات فجيت آخدها وأبعدها الست دخلت في حالة هستيرية فعرفت إن هذه العربانه اللي مليانه كراكيب وزباله وقرف وبلاوي سودا محسسه هذه السيده بنوع من الامان انا مش لوحدي بقت هي الكومبانيون بتاعها بقت هي الصاحب إيه ليها فمش قادره تسيبها ربع ساعه ولا نص ساعه اللي هتنزل المطعم تاكل وتطلع تاني اوضتها مش قادره لازم تاخدها معاها في كل حته إيه ف احيانا الكراكيب اللي حوالينا بتبقي نوع من الامان النفسي لينا بس الامان الزائف فشوفي بيئتك المحيطه شكلها ايه انا هعمل عشر نقاط بس المره دي وعشر نقاط المره الجايه لانهم طول انا قلتلكوا عشرين قلتلك دقيقه عش... سوري 20 نقطه. فكده احنا خلصنا خمس نقاط تعالوا نخش نخش للنقطه السادسه النقطه السادسه هي التخطيط التخطيط عمليه عقليه هي بقى من العقل مهمه جدا 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 التخطيط عمليه بتدفعنا للتفكير في سيناريوهات مختلفه بتدفعنا لتقييم الوضع الحالي. وتصور او تخيل وضع مستقبلي وكمان ازاي نحط نقاط توصلنا من الوضع الحالي للوضع المستقبلي فده بقى بيشغل حاجات كتير قوي 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 آه بيشغل التقييم بيشغل الملاحظه آه بيشغل التعقل بيشغل الكريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير. آه ماي oh جاد مش عارفه معناها ايه بالعربي اللي هو التحليلي ان انا بحلل الامور إيه بدرس الوضع زي ما هو ابتدي الم ازاي معلومات احدد ايه نوعيه المعلومات اللي انا عايزاها وكمان مش كده كمان ان انا افكر في الوضع المستقبلي انا عايز تخيلوا كده عروسه بتجهز بيت هتبصوا تلاقوها ايه؟ بتفكر الشقه بتاعتها دي كام اوضه انا عايزه اوض قد ايه طب انا بحب ايه طب انا هجيب عفش شكله ايه طب انا هجيب الوان شكلها ايه الكلام ده كله شوفي انت مثلا لما يبقى مثلا عامله عزومه يا إيه ترى في كام شخص جاي يا ترى هقدم ايه طب لازم يبقى فيه طبق لحوم لازم يبقى فيه سلطات لازم يبقى فيه كذا هذا التخطيط بيحس مخنا انه يفكر ويتصور وضع مستقبلي ويدرس الوضع الحالي ويحط خطوات منطقيه للوصول للوضع المستقبلي فنرجع تاني بقى للخليه العصبيه بيزود هذه الارتباطات بين الخلايا وبعضها ولما تزيد هذه الارتباطات تخيلوا كده زي ما يبقى ايه ما يبقى ميدان وفيه إيه إيه طرق كتير يبقى الوصول لهذا الميدان اسهل واسرع وايسر واحسن لان يعني في طرق كتير بتوصل له. فكل ما تزيد الارتباطات في الخلايا العصبيه في مخنا كل ما يبقى تفكيرنا اسرع واحسن وارشق بيتم بسرعه وباجيلتي آآ آآ برشاقة فابدأي بخطتي لليوم ابدأي خطتي للأسبوع ابدأي خطتي للشهر ابدأي خطتي للسنة امسكي الورقة والقلم واعملي لنفسك سيناريوهات مختلفة لحاجات معينة جمعي معلومات عن شيء معين وطبقيها في خطتك التخطيط آآ آآ وظيفة فانكشن من الفانكشنز اللي في عقلنا اللي كل ما نستخدمها كل ما هتزود ذكائنا كل ما هتحمي عقلنا لانها بتزود هذه الارتباطات النقطه السابعه هي استغلال الموبايل استغلال امثل كل الادوات اللي حوالينا بتساعدنا على التفاعل مع البيئة المحيطة وبتأثر علينا وإحنا بنأثر عليها زي بالظبط الألم ليه بيعلمونا وإن وإحنا صغيرين نمسك الألم ونتحكم فيه لأن هو الألم ده اللي هيخلينا نعمل حاجة معينة فالموبايل السيلفون أو التابلت أو الآيباد أو اللابتوب كلها أدوات بتساعدنا على حاجة معينة كل واحد دلوقتي حتى الفقراء يعني يعني في احيانا الناس يعني مش بتدعي لا يعني بتقول ان هم فقراء وتلاقي اغلب جزء كبير جدا جدا من دخلهم رايح على الصرف على الموبايل وعلى وعلى الباقه بتاعت الانترنت عشان تكلم فلان وتعمل فلان وتتفرج على فيديوهات والكلام ده ومهما قلنا ان تاثير الحاجات دي وحش علينا وبلاش نعمل الكلام ده مش هنقدر نمنع انفسنا من استخدام هذه الادوات فنستغلها بقى استغلال امثل الموبايل عمل ثوره فظيعه في حياتنا عمل ثوره في ازاي بنتكلم عمل ثوره في ازاي بنفكر عمل ثوره في سهوله الوصول لاي معلومه دايما فكري انا ربنا سبحانه وتعالى رزقني بالموبايل ده ازاي النهارده هستخدمه استخدام امثل عايزه تتعلمي قران في برامج على الـ على السيلفون بتعلم قران عايزه تقري كتب معينه في آآ آآ برمجيات ابس برامج بتخليكي تعرفي تقري حاجات معينه عايزه تطبخي يعني انا مثلا لما قررت ان انا امشي على الكيتو رجيم الكيتو قررت ان انا انزل يقول لي كل يوم ايه الحاجات اللي ممكن اطبخها وايه الحاجات الاسهل في, في في الطبخ وكيتو علشان ما اخرجش عن ده حاجات كتير قوي 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 فاستغلي الموبايل اللي هو ممكن يعمل ثوره رهيبه في حياتك استغلال امثل تامن نقطه بقى هي الحركه والنشاط في برضو ابحاث يعني الكلام على الزهايمر والخرف الشيخوخي بيأثر فيا نفسيا قوي لاني شفت ناس كانوا في منتهى الذكاء و... وعقلهم متقد ومتعلمين رجاله وستات شفت ده في الرجاله وشفت ده في الستات اول ما حركتهم تقل يبتدي تدهور مخهم وعقلهم يبتدي يحصل شوية شوية كان في فيديو زمان قوي 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 يمكن من خمس سنين ولا حاجة فيديو صغير دقيقة او نص كان اسمه اكرموهم وخرجوهم احنا بنفتكر ان احنا بنكرم الكبار في السن احنا ما نخليهمش يشتغلوا ما ما يمسكوش حاجه ما ي... ما ما توقف... خلاص الست كبرت وبقت جده وبقى في اللي بيخدمها اولاد وبنات واحفاد وحفيدات خلاص انت اقعدي بقى على جنب ارتاحي انت ما تقوميش احيانا احنا اللي بنعمل ده في الكبار في السن عشان ن... 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 اكراما ليهم انتوا تعبتوا كتير واحيانا احنا الكبار في السن ب... اصل هاقوم ركبي هتزيق ظهري هيوجعني كذا 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 قله الحركه بتحدث تدهور في وظائفنا العقليه قله المشي بتحدث تدهور في وظائفنا العقليه والتدهور ده بيبتدي من ممكن يبتدي من سن صغير واحنا لسه مش حاسين بيه مش عارفينه. كام واحد فينا دلوقتي يقدر يحفظ ارقام تليفونات ما بنقدرش لان احنا ما بنستخدمش مخنا ما بنستخدمش عقلنا كمان كام واحدة فينا ابتدت تحس بال... بال... بالألم والوجع في ظهرها وفي... وفي مفصلاتها انا دلوقتي مثلا ايدي الشمال من حادثة حصلتلي لي في, الجم استخدامي ليها تأثر في فترة من الفترات كنت مستنية عليها كده ما بحركهاش لغاية ما المسوس بتاعتي اللي الست اللي بتعملي مساج قالت لي لأ ده دي انتي لازم تحركيها كل يوم انتي, انتي لو قعدتي تشتغلي باليمين تشتغلي باليمين حتى يعني عشان اعمل نفس الحركة بالشمال صعبة لازم تشتغلي عليها كل يوم والا هتضمر ومش بس كده قالت لي بقى الكلمة بقى الخطيرة قالت لي هتبطل تبعت اشارات لمخك ما دام هي قاعده ساكته ما بتتحركش ما بتشغليهاش لان في الم شويه فيها هتبطل تبعت اشارات لمخك الكبار في السن لازم يمشوا لازم يتحركوا لو انت مثلا بتساعدي والدتك او 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 حماتك خليها تعمل شغل خفيف خليها تقف شوية لازم نقف لازم نتحرك لازم نمشي لو ما تحركناش يعني دلوقتي سننا لسه صغير انا خلاص يعني خلاص شوية وحبقى خمسين اي 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 لو ما تحركناش دلوقتي وعودنا نفسنا ان احنا نتحرك هيضمر مخنا وهندخل في الستين والسبعين وللأسف الناس بتموت دلوقتي بسن كبير لأن متوسط الأعمار زاد فهندخل في المرحلة دي بمخ ضامر فالحركة والنشاط مهمين جدا 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 ومن دلوقتي من واحنا لسه فينا صحتنا من واحنا لسه فينا عافيتنا من واحنا لسه عضلاتنا ما دمرتش عظمنا ما تبهدلش قوي الكلام ده كله ان ده هيحافظ على نفس يعني هيحافظ علينا في سن كبير ولما نتعود ونعلم الناس اللي حوالينا انا لازم كل يوم انزل امشي نص ساعه مش لازم تلبسي مش لازم تتشيكي مش لازم تروحي حته فانسي مش لازم تروحي جنينه مش لازم الكلام ده دايما اقول لكم اظبطوا على منبهكم على الساعة بتاعتكم على, على, الموبايل بتاعكم 15 دقيقة امشوا 15 دقيقة واول ما من المنبه يرن ارجعوا عشان تبقى 15 دقيقة ادي النص ساعة اليومية لو تقدروا يبقى اكتر يكون احسن بكتير ايه النقطة التانية اه رقم تسعة الغذاء الصحيح الاكل اللي بناكله بيأثر جدا جدا على صحتنا العقلية على صحة مخنا خلايانا زيادة النشويات الكتيرة انتوا دلوقتي لما بتيجوا تعملوا محشي سي مثلا يعني انا بعمل لكل شخص في في العيله نص كوبايه رز يعني احنا الاربعه بناخد كوبايتين رز لان كل واحد فينا له نص كوباية لما باجي اعمل المحشي بحط برضو هما كوبايتين الرز يعني كل واحد فينا برضو نص كوباية وعشان كده ال 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 المحشي ولا الرز ولا واتفر بيبقى برضو حلة صغيرة على قدنا ما بعملش بقى اللي هي الحاجات الكبيرة عشان ما زودش النشويات زيادة عن اللزوم دلوقتي خلاص ما, ع... ما عودناش يعني دخلنا في الكيتو ف... فقللت كل الحاجات دي وكمان قللت القمح لان انا عندي كمان حسية من الجلوتين اللي هو اللي موجود في القمح والراي والشعير والحاجات حاجات معينة فنشوف الغذاء الصحيح الخضار في بلادنا مش غالي مقارنة بالدول التانية فشوفوا روحوا السوق اشتروا ارخص انواع الخضار واطبخوها واعملوها دوروا على وصفات فيها خضار كتير ما ترموش حاجه من الخضار انا بعمل حاجه مامتي بتقول عليها مقرفه ان انا بجيب البتنجان ما بقشروش البتنجان الاسود ده انا ما بقشروش لان في كميه حديد كبيره جدا 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 في الـ في القشره بتاعه البتنجان فبقطعه شرايح من غير ما أشرو. ايه طبعا احنا متعودين اه أشر قشر ارمي لا ما تقشروش ايه ال الكوسه الكوسه برده ما بكحتهاش انا بغسلها كويس قوي 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 واسيبها زي ما هي ايه ال الجزر الحاجات دي كلها هاتوا فرشه ايه عامله زي فرشه البلاط واغسلوا بيها الخضار بس ما تقشروهوش حتى البطاطس نفسها انا برده عملت ايه ولادي متعودين على ده عملت البطاطس بقشرها عند والدتي بقت قرفانه ايه القرف اللي انتي بتعمليه ده ازاي نحمر بطاطس بقشرها ايوه نحمر بطاطس بقشرها يعني مفيده دوروا على الحاجات المفيده دوروا على الاسماك رو انزلوا السوق هاتوا ارخص نوع سمك مش لازم تجيبوا انواع غاليه هاتوا ارخص انواع سمك اعتقد في مصر يمكن سمك المكارل رخيص ارخص من الحاجات التانيه اللي بيتقال عليها انها المكرال ده مفيد جدا جدا لانه مليان دهون ومليان اوميجا 3 اللي هي يعني اللي هي الدهون الحلوة المفيدة لمخنا فشوفوا الغذاء اللي بناكله شوفوا الحاجات الجنك الشيبسيهات والبسكوتات والحاجات دي كلها بتبهدل جسمنا اخر نقطة هتكلم فيها النهاردة وبكرة هقول لكم العشر نقاط التانيين هي برده تاني للقراية ارجع برده للقراية وهي ان احنا نقرأ عن الديانات والثقافات الاخرى مش بهدف ان احنا نهاجمها احنا يا سلام نتفرج على مناظره بين الـ الـ الشيخ احمد ديدات والقس فلان الفلاني وده بيعمل ده والمناظرات والكلام ده عشان اثبت لهم أنتوا دينكم غلط واحنا ديننا صح والهندوس الكفره اللي بياكلوا رؤس البهايم والكلام ده انا من وانا صغيره كنت عاشقه للقراءه عن الديانات الاخرى ويمكن دي كمان حاجة شفتها مثلا في جوز عمتي وجوز خالتي الاثنين كانوا بيحبوا يقروا عن الثقافات التانية والديانات التانية ليه أنا جمع الديانات والثقافات مع بعض لأن دين أي أمة بيبقى مأثر قوي قوي فيها كان في كتاب لدكتور ميلاد حنا دكتور عظيم الله يرحمه شرفت بان هو حضر محاضره عندنا محاضره شرفيه واتكلم واهداني كتابه الاعمده السابعه للشخصيه المصريه ومهدى منه وبتوقيعه فده شيء انا بسعد جدا جدا بيه ال... والشخصيه المصريه لي... اسمه ايه الكاتب يا الله مش فاكره اسمه مع انه مع انه مشهور قوي وعظيم وانا عندي المجلدات كلها مجلدات قد كده بس مش هنا ف سواء في 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 شخصيه مصر او في الاعمده السبعه للشخصيه المصريه الكاتبين بيتكلموا عن دور الدين في تشكيل ثقافه الشعب لو شفتوا الهنود هتلاقوا الدين هو اللي موجه ثقافتهم الصينيين بتتكلموا على الفينج شوي ويطلع ناس يقولوا على نفسهم انهم دكاترة ودكتورة فلانة ودكتورة فلانة بتتكلم على الفين شوي ده من معتقداتهم الدينية على فكرة اه ايه تاني الهنود الحمر اه ال اه مثلا الساوث امريكان ال ال في, في, في امريكا الجنوبية اه كاثوليك مأثرة جدا جدا اه على تفكيرهم القراءة عن الأديان الأخرى والثقافات الأخرى مش بهدف ان انا هتنصر هسيب ديني هاؤمن بالبوذيه هتحول لشنتو مش ده خالص ولكن بهدف ان انا ابص لنفس الامر من وجهه نظر متعدده ومختلفه واعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا حاجه مثلا من الحاجات انهم الناس بيقولوا ان الهنود بياكلوا روس البقر ده ما بيحصلش ما حدش فيهم بياكل روس البقر انا سالت صديق هندي وسالته قلت له انتوا يعني ايش معنى البقره بالذات قال لي احنا كبرنا كده والكلام ده فابتديت اقرا هو ليه البقره كده مقدسه قوي عندهم فاكتشفت حاجات في البقره نفسها ان البقره من اكتر الحيوانات تعبيرا عن مشاعرهم لدرجه انهم ان البقر بيبكي شوفوا في الفلاحين عندنا واسالوا اللي بيربوا بقر لما بياخدوا منها العجل الصغير البقره بتبكي بتعيط البقره بتحس لما يكون في انسان تعبان وعلى وشك انه يموت بتحس وبتبتدي تبكي قبل ما بيموت بعد يومين تلاتة بتلاقيه مات فالحاجة التانية ان هم هذه الثقافات عايشين في ظروف مختلفة عندنا فطبعا يعني في ناس سعيدة الحظ انهم شافوا الاماكن دي بنفسهم يعني مثلا المسرح الروماني مثلا في موجود عندنا في اسكندرية في ناس ما شافتش المسرح الروماني اصلا انا زرت في اسكندرية وزورته في اماكن تانية و... وتشوفوا ان لو وقفت في... في النص وقفت غنيت ازاي ان الصوت بيصل لاخر المدرج والصوت وال... ال... بيبقى رائع والكلام ده دو... ايه ده ايه ده ده ده, ده تلاقيها كانت تجربه ممتعه جدا مثلا لما لما قريت عن عن الجلادياتورز وال... وازاي انهم كانوا بيرفهوا عن بعض يعني عن نفسهم بانهم يعملوا قتال بين العبيد والكلام ده والناس تقتل نفسها فابتديت اقرا عن اصول هذه الثقافه وازاي جت وجت منين وازاي ان كان ليها قيمه اقتصاديه تخيلوا كمان وازاي ان هي كان ليها قيمه للعبيد اللي بينتصر ممكن يحرر نفسه وممكن يتحول لانسان حر والكلام ده كله كل ما تقروا عن الثقافات الاخرى تبصوا تلاقوا فيه ايه ده في يعني انا فاكره كان عندنا كتاب كان بابايا جايبه من معرض الكتاب كان اسمه قصص مغوليه كانت قصص في منتهى الجمال وقصص رائعه وكنا بنقراها وكل كام سنه كده كنت اطلع الكتاب واقراه وكل مره اقرا هذه القصص والفولكلور ده اتعلم حاجه جديده قصص جحا ده فولكلور من ثقافه اخرى كتاب الحيوانات للجاحظ دي كلها كتب عن ثقافات وديانات ومعتقدات وعادات كمان عادات اخرى لما نقرا الكلام ده هتبصوا تلاقوا مداركنا وسعت واثناء ما احنا بنقرا بنتخيل ايه اللي ممكن تاني تحت. المعرفه عن الديانات والثقافات الاخرى الافلام التسجيليه اكتبوا كده فيلم تسجيلي عن الحرب العالميه الاولى مثلا وشوفوا اللي ممكن تستفيدوه في ساعتين بدل ما تقعدوا تقروا عشرات الكتب لان الفيلم التسجيلي. بيبقى خلاصة الخلاصة بيبقى المعد والمخرج وال والناس اللي عملت الفيلم دو راحوا وقروا وعملوا انترفيوهات مع ناس حقيقية والكلام دو فهتبصوا تلاقوا تاني مخنا بيعمل هذه الارتباطات بين الخلايا ثقافتنا زادت معلوماتنا زادت ما بقيناش كده زي سكوبة لا عارفين نتكلم ولا عارفين نتعامل ولا عارفين اي حاجة وده هينعكس على تعاملنا مع الاخرين وهينعكس على تعاملنا كمان مع اولادنا لو احنا عندنا اولاد دول العشر نقاط اللي هكلمكم عنها النهارده نبتدي بقى ايه نشوف بقى حالنا ونطلع ونروح ونيجي النهارده ان شاء الله انا ناوية اخلص كتابة الفصل الاولاني من الكتاب الثاني مش هقولكم عنه خليه برده مفاجأة زي ما كان الكتاب الاولاني مفاجأة آه هخلي برضو موضوع الكتاب التاني مفاجأة بس ان شاء الله ان شاء الله انا ناوية النهاردة اخلص الفصل الاول لا سوري مش الفصل الاول المقدمة سوري المقدمة وبكرة ان شاء الله اكمل معاكم العشر نقاط التانية آه ازاي نغذي عقلنا ومخنا عشان ايه بقى عشان العقل يزينا اشوفكم بكرة ان شاء الله